بعد وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا، تفاصيل إصابته وأسرار الساعات الأخيرة من حياته. أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة في مصر وفاة الإعلامي عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد-19 وذلك خلال احتجازه بأحد المستشفيات. النبأ صدم الجمهور بشكل كبير خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن إصابته من الأساس بفيروس كورونا في أي وقت مضى. وفي هذا الصدد كشفت تقارير أن الإعلامي الراحل عزمي مجاهد أصيب بفيروس كورونا منذ ما يقرب من 3 أسابيع، إلى أنه فضل ألا يعلن الأمر حيث لم يرد إزعاج جمهوره ومحبيه. وأشارت التقارير أيضا إلى أن الإعلامي اشتبه في إصابته وذلك بعد مخالطته أحد أصدقائه والذي كان يعاني من أعراض فيروس كورونا، إلى أنه لم يخبره بإصابته بالفيروس. وبعد اشتباه الإعلامي الراحل عزمي مجاهد في إصابته بفيروس كورونا، توجه إلى أحد مستشفيات العزل وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة ليتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبحسب مصادر من داخل مستشفى العزل، فإن الحالة الصحية للإعلامي الراحل عزمي مجاهد شهدت تحسن ملحوظ قبل أيام من وفاته، إلا أن حالته الصحية انتكست من جديد. عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، ولعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية في مونتريال 1976 إلى جانب تمثيله منتخب مصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978. توج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب، بعدما حصد جميع البطولات المحلية والإفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب. واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها، حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ثم مديرا للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.